الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام ويتابع تطوير الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية. ميقاتي يكشف عن تحضيرات جارية لحل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان ويؤكد أن انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف. زلنسكي يطلب مجموعة واسعة من توفيرها لأنظمة أسلحة لمواجهة موسكو والقوات الروسية تبدأ مناورات حدودية مع بيلاروسيا. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة خطط إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني. كما اطلع الرئيس السيسي على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة. كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تمتلكها. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية ما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن. كما وجه الرئيس السيسي بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد. وفي ذات السياق وجه الرئيس السيسي بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة طرق الأبواب بحيث تضمن تقديم خدمات صحة إنجابية واستفادة لكافة الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات. واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لإنهاء كل مشروع حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز لا سيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة. ووجه الرئيس السيسي بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص ما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمنه من مستشفى جديدة بسعة 300 سرير إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر وكذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية.
رصد فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع مظاهر الحياة والبهجة على أراضي سيناء، وذلك بعد نجاح عمليات التطوير والتنمية الشاملة على أرض الفيروز. ورصد الفيديو حال الأسواق والمحال وتردد المواطنين على الأماكن العامة بكل حرية وأمن وسلام. ها هي مدن محافظة شمال سيناء، قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة، وعادت الحياة طبيعية لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة. عندنا محاور عديدة: تنمية زراعية، تنمية صناعية وتعدينية، تنمية ودي مهمة جدا برضو، التنمية المجتمعية، حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء. وتولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز، وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش. ميناء العريش طور تطوير شامل لخدمة أهل شمال سيناء، والمنظومة بتاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلها، اللي هي في الشمال في 3 مواني وفي الجنوب 3 مواني، فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكاملة جدا. قيادة سياسية واعدة شايفة ان هي ممكن تطور الميناء بشكل قوي جدا. بناء على توجيهات الدولة ان احنا شغالين على المشروع القومي لتطوير ميناء العريش، والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية، وبإذن الله ده هتبقى نقلة تانية خالص بالنسبة لمحافظة شمال سيناء وللجمهورية مصر العربية تماما يا فندم، لان هي بتنفرد ميناء على البحر الأبيض المتوسط. ميناء العريش ليها مميزات، بتطل على دول كتيرة، فرص الاستثمار هتبقى متاحة جدا، وإن شاء الله بإذن الله ده هيكون العائد على المحافظة وعلى مصر إن شاء الله حاجة كبيرة جدا يا فندم. تعد جامعة العريش الحكومية إحدى المشروعات التي أدخلت الفرحة على قلوب الطلاب من أبناء سيناء. هذه ملحمة الانتصار، ملحمة العبور، ملحمة التنمية موجودة قدام حضرتك. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 سنة 2016 بإنشاء جامعة العريش ومن أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا. تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا إنك تمشي، الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لا، هي بير العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا وكل الناس فيها بخير، والوضع الأمني فيها كويس جدا، ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وأمن بلدنا. كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد بمدينة العريش أحد نماذجها. احنا النهاردة في مشروع الإسكان التعاوني اللي هو 105 عمارة بحي المساعيد، وحي المساعيد ده مدخل مدينة العريش وبيتميز بقربه من الأماكن السياحية وأيضا جامعة سيناء. المشاريع السكنية سواء في العريش في إسكان تعاوني والإسكان الاجتماعي بحوالي 2136 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وأيضا رفح حوالي 621 عمارة سكنية في رفح الجديدة، وأيضا المنازل البدوية برضو جهاز تعمير سيناء لنا شرف العمل في المنازل البدوية، لأن طبعا حضرتك عارف الثقافة البدوية والثقافة السيناوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية، بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبلية، فبيتم برضو جهاز تعمير سيناء بينشئ المنازل البدوية. المنزل البدوي بحوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبلية. هنا داخل مدينة العريش تقع محطة مياه الكيلو 17، والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط، إذ تخدم العديد من مدن المحافظة ومشاريعها القومية. المحطة دي مبدئياً بتنتج 100,000 متر في المكعب في اليوم مياه، وهي قبل التوسع تبقى 300,000. طبعاً بعد التوسعات دي هتبقى طبعاً أكبر محطة يمكن في الشرق الأوسط يعني. ودي حالة مشكلة كبيرة هنا بالعريش، لأن طبعاً العريش من زمان عارفين فيها مشكلة مياه. يعني مياه ماسكة بتيجي ماكسيموم من يومين في الأسبوع. وعلى مستوى التعليم، شهدت مدن المحافظة افتتاح العديد من المدارس، خاصة
بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. بالفعل عدد المدارس بيزداد، احنا النهاردة في مدرسة من المدارس الرسمية لغات، احنا بدأنا بمدرسة واحدة، احنا النهاردة عندنا 10 مدارس من هذه النوعية، وحرص وإصرار الدولة ووزارة التربية والتعليم على توفير كافة أنواعات التعليم في المحافظة. المدرسة كويسة والله رفع راسنا وبتعلمنا كويس، والصراحة أنا فخور إن أنا في المدرسة دي. يعني بيعملونا حلو، وما شاء الله على مدرسينا بيشرحوا لنا كل حاجة. بنقدم المنهج للأطفال بأكتر طريقة ممتعة هم تقدر توصل ليهم. المدرسة مهتمية بينا ومهتمية بالنظافة وبنذاكر كويس، بيدونا موسيقى بيدونا رسم بيعلمونا على الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، ما فيش أي مشاكل من أي نوع. يعني ما فيش فصل دلوقتي ما فيهوش شاشة تفاعلية موجودة للعرض أو للتفاعل لشرح الدروس يعني وكده، وعرض المواد التعليمية عليها. وها هي مستشفى العريش العام تشهد عدة مراحل من التطوير، حيث استحدثت بها العديد من العيادات والمراكز العلاجية المجهزة على أعلى مستوى. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت، يمكن تم استحداث خدمات ما كانتش موجودة بالمحافظة. طبعا في حتى الآن يعني اللود كبير قوي على مستشفى العريش العام، والحمد لله احنا قد المسؤولية بفضل دعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات هنا في المحافظة ووزارة الصحة. لكن إنشاء كلية الطب ومستشفيات جامعية طبعا هيضيف كتير قوي للمحافظة وهيفيد الناس هنا، هتبقى أفضل كتير يعني إن شاء الله. لا ما شاء الله الحين بصراحة مستوى اللي ما شاء الله يعني بآجي كل يعني الحمد لله دكاترة حرام كله يعني مستوى يعني فرقت بين الأول والحين بصراحة كله الحمد لله زي العسل. وهكذا عادت الحياة إلى مدن محافظة شمال سيناء آمنة مطمئنة. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وبالوضع بقى جيد جدا، وبقينا زي كل المحافظات. الأوضاع بسم الله ما شاء الله حلو خالص، والأمن والأمان أحسن من الأول كمان. يعني كنت في 2014 و2015 كنت بنزل وبتشاهد قبل ما انزل، عشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار، وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقرت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد، ووضع البلد أحسن من الأول، وفي حالة تقدم في البلد. الوضع الأمن مية مية وفيش أي حاجة، احنا في وضع أحسن كتير من سن فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100%، وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. إنها وبحق بشائر خير تطل علينا من أرض الفيروز، أرض المعادن والكنوز. سيناء منارة يشع نورها وخيرها على كافة أرجاء الوطن. وعدها نصنها بحياتنا جوا قلبنا وفي عينينا، عهد من جيلنا وكلمة والتزام واجب علينا، وانت ماشي في سيناء حاول تفتكر احنا وياك نقول امين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 783 قضية امونية بمضبوطات بلغت 827 طنا. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 91 طنا. وفي مجال حجب وبيع باسعار من السعر الرسمي للارز الشعير والابيض تم ضبط 636 طنا. اما في مجال حجب وبيع أزيد من السعر الرسمي للأعلاف الحيوانية تم ضبط 52 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 27 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 988
قضية من بينها 219 قضية خبز ناقص الوزن و 273 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 708 عنصراً إجرامياً، ومصر عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 302 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 100 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1185 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وجرينوف و160 بندقية و94 بندقية آلية و48 مسدسا و881 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1486 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 578,352 حكما قضائيا، من بينهم 2,353 حكم جناية و207,707 حكم حبس و286,790 حكم غرامة و81,502 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 21 متهماً، قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 116 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2237 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2487 متهماً، من بينها أكثر من 1486.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وحوالي 635.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين قاربت على 118.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 34 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 68.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 55,870 قرص مؤثر و24,424 قرصة ترامادول مخدر،
وعدد 20,260 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 153 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. يستضيف الأردن غدا قمة بغداد الثانية للتعاون المشترك التي تأتي استمرارا لقمة بغداد الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية شهر أغسطس من العام الماضي. وتهدف القمة لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته، وتناقش تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم. أهلا بحضراتكم من جديد. صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق للعراق للتنمية، وذلك على أن يشمل صناديق فرعية للسكن والتربية. جاء ذلك على هامش افتتاح 42 مبنى مدرسيا في مناطق مختلفة في بغداد. وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه من الصعب إحداث نهضة جذرية في العراق وتحقيق تنمية حقيقية في الخدمات دون البدء في إصلاح العملية التربوية. قال متحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس إن جولة إعادة ستجرى الشهر المقبل في معظم المناطق التونسية بعد إشارة توقعات الفرز الأولى إلى فرز 21 مرشحا فقط في الجولة الأولى. وأضافت الهيئة التونسية أن 8.8% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية. تتجه الأنظار نحو الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية والتي ستجرى الشهر المقبل، وذلك بعد أن حقق 21 مرشحا فقط الفوز في الجولة الأولى بمشاركة متواضعة وفقا لتوقعات الفرز الأولي لهيئة الانتخابات التونسية، التي أكدت أن نحو 8.8% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم خلال هذه الجولة. ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الهيئة، فإن الجولة الثانية من هذه الانتخابات ستشمل 133 دائرة من أصل 161 دائرة. الهيئة التونسية أكدت أيضاً أن جولة الإعادة ستبدأ تحديداً في 20 من يناير المقبل، وسيكون البرلمان الجديد ذا سلطات محدودة بموجب الدستور الجديد، حيث تقتصر صلاحيات البرلمان في اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وحق عرض مقترحات القوانين، بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب، ولكن لن يتمتع نواب البرلمان القادم بالحصانة، حيث سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية في حال إخلالهم بواجباتهم ووعودهم وتقصيرهم في أداء مهامهم. وتأتي الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها الرئيس التونسي بعد حل البرلمان السابق العام الماضي وإجراء بعض التغييرات في الحياة السياسية. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المعطيات الخارجية تؤكد أن هناك شيئا يتم التحضير له لحل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، وأن الأمور تحتاج إلى وقت. واعتبر ميقاتي خلال لقائه بمجلس نقابة المحررين بمقر الحكومة اللبنانية أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح للوصول إلى حل، مشددا على أن الأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بتوفير مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال كلمة له عبر الفيديو كونفرنس لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة المجتمعين في لاتفيا، طالب زيلنسكي بزيادة إمكانية تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي وعربات مصفحة حديثة، وذلك لصد العمليات العسكرية الروسية. أطالبكم بزيادة إمكانية إمداد بلادنا بأنظمة دفاع جوي والمساعدة في تسريع قرارات الشركاء ذات الصلة بنسبة 100%. ستكون الدرع الجوية لأوكرانيا من أنجح الخطوات ضد الهجمات الروسية. هذه الخطوة مطلوبة الآن. لكي تنجح عملياتنا الدفاعية نحتاج إلى مركبات مصفحة حديثة، خاصة الدبابات. لا يوجد تفسير لحقيقة أن أوكرانيا لم تتلقى بعد قرارا بشأن توريد الدبابات الحديثة والفعالة. هذا أمر حيوي بالنسبة لنا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا. وأوضح بوتين خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمنسك أن بيلاروسيا حليف قوي لموسكو. ومن جانبه أعرب الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو عن أمله في أن يغلب صوت العقل في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن موسكو ومنسك منفتحتان على الحوار. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريبات عسكرية في حيز التدريب في بيلاروسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس الذين وصلوا إلى بيلاروسيا في إطار التجمع الإقليمي للقوات يواصلون دورة التدريب القتالي المكثف. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة. وأفاد شهود بسماع دوي لعدة انفجارات في المنطقة المحيطة بالعاصمة. لا تزال معركة السيطرة على السماء الأوكرانية مشتعلة وسط عمليات عسكرية متواصلة من هنا وهناك. الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أعلنت إسقاط 9 طائرات مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة. شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجارات عدة في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة، حيث ظلت صافرات الإنذار تدوي معظم ساعات الليل للتحذير من الغارات الجوية. تزامنا قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن حماية حدود بلاده أولوية دائمة، وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا. ووجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، لافتا إلى أن قصفا روسيا استهدف مدينة خرسون الجنوبية التي تعرضت لهجمات متكررة منذ أن استعادت قوات كييف السيطرة عليها الشهر الماضي. وأكد الرئيس الأوكراني أن خرسون تتعرض لقصف متواصل منذ انسحاب القوات الروسية منها في نوفمبر، كما انقطعت الكهرباء عن المدينة في وقت سابق هذا الأسبوع. تصريحات زيلينسكي تأتي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا. قالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت سقفا لأسعار الغاز، ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة. وكانت وثيقة لوكالة رويترز قد أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك خلال اجتماع لوزراء طاقة دول التكتل في بروكسل.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ما زالت تبحث الإجراءات التي ستتخذها للرد على فرض الغرب سقف أسعار لصادرات النفط الروسية عند 60 دولارا للبرميل. وخلال تصريحات صحفية أضاف بيسكوف أن هناك أعمالا تحضيرية مكتوبة واقتراحات إضافية تجرى دراستها ومناقشتها، مشيرا إلى أنه ما زال لدى روسيا مهمة تحديد أي الإجراءات ستناسب مصالحها. ينفذ نحو 10,000 موظف من سائقي سيارات الإسعاف والتمريض في إنجلترا وويلز إضرابا في غدا الثلاثاء بسبب خلاف حول حجم زيادة الأجور. تأتي الإضرابات بعد تنفيذ أطقم التمريض إضرابا عن العمل الخميس الماضي في أجزاء من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. في أكبر إضراب من نوعه في تاريخ الخدمات الصحية البريطانية، ينفذ نحو 10,000 موظف من سائقي سيارات الإسعاف والتمريض في إنجلترا وويلز إضرابا اعتبارا من الغد الثلاثاء بسبب خلاف حول حجم زيادة الأجور. وفي محاولة للحد من الأضرار، أكدت الحكومة البريطانية أن نحو 1,200 عنصر من الجيش سيحلون مكان موظف الإسعاف وقوات حرس الحدود المتجهين إلى الإضراب، مشيرة إلى أن عناصر الجيش سيعملون على سد فجوة غياب الموظفين وسيواصلون تشغيل خدمات الخطوط الأمامية. وبينما تؤكد اتحادات النقابات على أن عناصر الجيش ليست مدربة بالشكل الكافي للحفاظ على خدمات الخطوط الأمامية، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك النقابات التي تتسبب بالبؤس للملايين مع إضراب في وسائل النقل على وجه الخصوص في توقيت قاس بمناسبة عيد الميلاد. وبعد إنهاء إضرابها للموافقة على مناقشة الأجور، قالت نقابة التمريض إنها أعطت الحكومة مهلة 48 ساعة لزيادة الأجور، وإلا ستعلن عن تحركات واسعة النطاق في رأس السنة. وتأتي الإضرابات بعد تنفيذ أطقم التمريض إضرابها عن العمل يوم الخميس الماضي في أجزاء من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، كما ينفذ أعضاء المعهد الملكي للتمريض إضرابا ثانيا غدا. الحكومة من جانبها قالت إن رفع أجور عمال الإسعاف والتمريض تقرر من قبل هيئات مستقلة لمراجعة الأجور، والتي أوصت بزيادة الرواتب بنسبة 4.75%، لكن مع ارتفاع معدل التضخم أكثر من 10% وفي ظل معاناة العديد من ارتفاع كلفة المعيشة، قالت النقابات إن ذلك يمثل خفضا في قيمة الأجور لا يمكن تحمله. السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. الصين تسجل أولى الوفيات بفيروس كورونا منذ تخفيف الإجراءات في إطار سياسة صفر كوفيد. أعلنت روسيا إجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين من 21 حتى 27 من شهر ديسمبر الجاري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي، وأضافت أن الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين البلدين والحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. اجتاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تصويتا على الثقة في البرلمان، وشكل أنور إبراهيم الذي تقدم ائتلافا في انتخابات 19 من نوفمبر الماضي ب 82 مقعدا، وذلك حكومة مع عدة وحدات متنافسة أصغر، حيث لم تسفر الانتخابات العامة الشهر الماضي عن فائز واضح. sebagai seorang ahli dewan rakyat dengan sesungguhnya bersumpah. سجلت الصين أولى الوفيات منذ تخفيف الإجراءات المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا في إطار سياسة صفر كوفيد. كانت الصين قد تراجعت مطلع شهر ديسمبر الجاري عن غالبية القيود الصحية التي كانت تفرضها منذ قرابة 3 سنوات مع ظهور أولى حالات الإصابة بكورونا في مدينة ووهان في وسط البلاد، وذلك في نهاية عام 2019.
ارتفع إجمالي ضحايا حريق شب في نفق لسا شهير بأفغانستان إلى 31 قتيلا. يأتي ذلك فيما أصيب 37 شخصا في الحادث الذي وقع بعد حريق اندلع جراء انقلاب شاحنة وقود داخل النفق. توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق تاريخي في مونتريال، وذلك للحد من تدهور التنوع الحيوي وما يريده. واتفقت البلدان على تخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية، وذلك في جهودها لصون الطبيعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين. وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين وبرسوم رمزية للقادرين، فضلا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين. وأشار المركز إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية وآليات تشغيل وإدارة هذه المستشفيات مع استمرار ملكيتها للدولة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 14 و15 من قوافل ستر وعافية لأهالي مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتستمر الفعاليات حتى غدا الثلاثاء بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حد الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بإجهزة الدولة المصرية المختلفة، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يعد مستشفى الخنكة المركزي أحد أهم المشروعات الصحية التي تنفذها محافظة القليوبية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية. وتقدم مستشفى الخنكة المركزي خدماتها الطبية لما يقرب من 1 مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة الخنكة والمناطق المجاورة لها. تطور كبير يشهده القطاع الصحي في كل ربوع الوطن ليكون قادرا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين. مستشفى الخنكة المركزي تعد أحد أهم المشروعات الصحية التي تنفذها الدولة بمحافظة القليوبية ضمن المشروع القومي لتطوير مستشفيات الجمهورية. مستشفى الخنكة التخصصي أحد المستشفيات التي تم تطويرها تطوير شامل ضمن المبادرة الرئيسية لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمة الطبية تطويرا شاملا ومميزا، وذلك تمهيدا لضم المستشفيات بجميع المحافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن أعلى معايير الجودة والاعتماد. تم تطوير المستشفى بتقع على 41 ألف متر مربع. المستشفى بتضم 123 سرير إجمالي بها أقسام تخصصية. المستشفى الحمد لله بعد ما تم افتتاحها تم تطويرها تطوير شامل من حيث الاستقبال والطوارئ، فإحنا بقينا قوتنا 18 سرير ما بين التخصصات المختلفة، البطنة والجراحة والعظام والأطفال، وتخصص برضو الطوارئ لحالات العاجلة وحالات الرعاية المركزة وحالات الحوادث. عندنا غرفة إنعاش قلب رئوي متطورة تطويرا كامل بها كل التجهيزات الكاملة من أجهزة تنفس صناعي لسرنجات كهربائية تسعف أي مريض إن شاء الله يدخل عندنا إسعاف، مش هيكون إن شاء الله محتاج أي حاجة من بره. وتقدم المستشفى خدماتها
الطبية لما يقرب من 1,000,000 مواطن من أهالي مركز ومدينة الخنكة والمناطق المجاورة لها في تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والعظام وغيرها من الأقسام الأخرى. وتبلغ مساحة المستشفى التي تم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل بتكلفة 320 مليون جنيه أكثر من 41,000 متر مربع، بطاقة استيعابية 123 سريرا وسبعة أسرة رعاية مركزة لتكون جاهزة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين. وإلى ملف حياة كريمة، حيث نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى الصيدلية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل مجاناً. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه واستمرارا لتقديم الدعم لاهالينا البسطاء في قرى الريف المصري، احنا جينا النهارده بالقافله الطبيه التابعه لمديريه الصحه بالاسماعيليه ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. القافله الطبيه التي تضم كل التخصصات بها اكثر من 80 صنف يتم توزيعهم بالمجان على المواطنين، والحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي يتم توزيعها على المستشفيات الكبرى بالاسماعيليه مثل المجمع الطبي ومستشفى ابو خليفه والمستشفيات الجامعيه تنسيقا مع مؤسسه حياه كريمه. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات العلاجية بإحدى قرى مركز دشنة بمحافظة قنا. ويأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع التخصصات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك لتحسين مستوى الخدمة الطبية بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. الوقفة الاقتصادية تأتينا بها فاطمة خليل. أهلا فاطمة. أهلا أدا، أهلا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي حول رؤية المصريين للتحول الرقمي، وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8% من المصريين يمتلكون كروتاً بنكية، حيث تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية والمدن. كما أشارت النتائج إلى أن 21.5% من المصريين قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة. أكدت وزارة البترول أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البترول طارق الملا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث تم استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة. إلى أسواق البترول العالمية، حيث استعادت أسعار النفط قوتها بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل برفع الصين للقيود لكورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنت أو بنسبة 8% ليصل إلى 79.69 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
85 سنت أو بنسبة 1.1%، مسجلا نحو 75 دولار و14 سنت للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 0.12% لتصل إلى 3 دولارات و7 سنتات للتر. هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8% لتسجل نحو 6 دولارات و7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر في أعلى مستوى لها في 30 شهر. زادت صادرات الخام بنسبة 7.1% ليصل إلى 7,773,000 برميل يوميا في أكتوبر في أعلى مستوى له منذ أبريل 2020. في المقابل تراجع إنتاج السعودية من النفط ليصل إلى 10,957,000 برميل يوميا في أكتوبر من 11,041,000 في سبتمبر. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على مكاسب مدعومة بارتفاع أسعار النفط، بينما أنهى المؤشر السعودي موجة صعود استمرت ثلاث جلسات مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من الركود. ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3% مواصلا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي. كما أغلق مؤشر دبي بزيادة قدرها نحو 0.3%. امتدت المكاسب لبورصة قطر والتي أنهى مؤشرها الرئيسي على ارتفاع نسبته 0.1%. في المقابل تراجع المؤشر السعودي 0.6% منهيا ثلاث جلسات من المكاسب، بينما علقت بورصة البحرين التعاملات بسبب عطلة رسمية للسوق. تتوقع الإمارات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام 7.6%، وجاءت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 بنسبة 3.9% في تعديل بالخفض عن التقدير السابق. قال وزير الاقتصاد الإماراتي هذا الشهر أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي 6.5% هذا العام وبأكثر من 7% العام المقبل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزميلات لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. وعودة إلى نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. كما واجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك إضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت أساسية لصون المال العام. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع
على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما من حيث تطوير المحالق والتجهيز والتصنيع، فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. الاجتماع تناول متابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها. وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. كما وجه سيادته بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج، وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن، فضلاً عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية، وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد، فضلاً عن المساهمة في عملية التوعية الصحية خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة طرق الأبواب بحيث تضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واستفادة كافة الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع، وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء كل مشروع، حيث وجه سيادته بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لا سيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة. ووجه السيد الرئيس أيضا في هذا الصدد بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصة ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس ومبرة المعادي والمستشفى القبطي.
واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من مستشفى جديد بسعة 300 سرير، إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر وكذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية. انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام ويتابع تطوير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. ميقاتي يكشف عن تحضيرات جارية لحل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان ويؤكد أن انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف. زيلينسكي يطلب بتوفير مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة لمواجهة موسكو والقوات الروسية تبدأ مناورات حدودية مع بيلاروسيا. وصلنا معكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.